كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيانه؟ عيد مبارك سعيد، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله. كي دايرين؟ كي دوزتوا عيدكم؟ نتمنى تكونوا دوزتوه مزيان. اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا ديال اجواء العيد. حنا مولفين ما كندوزوش العيد في الدار، كنمشيو عند العائله كندوزوه مجموعين، ودرنا الحنينه كما كتشوفوا الفيديو، وهذه الحلوه اللي قدينا ديال العيد. قدينا الكسكسو هذه في ليلة عرفة، ليلة قبل العيد، ومن بعد قدت ماما المسمن. الفطور ديالنا ديال العيد، مسمنات والكيكة، داكشي خفيف ظريف. وهنا بدينا كنشويو المصارن والقلب والكبده وداكشي الاخر وبولفاف، وبدينا كنقدو بولفاف. صراحه انا ما عنديش مع بولفاف بزاف، كيعجبني ناكل المصارن والكبده حتى هي زوينه وصحيه. دابا كنصايبو الكرداس، كل واحد كيعرف الطريقه ديال الكرداس. بالنسبه لينا حنايا كنقدوه بالريه والكرشه والشحمه والمصارن، المهم كل شي راه عارف الطريقه ديالو، وكنزيدو عليهم العطريه كما كتشوفوا هنايا. كنديرو الخرقوم والبزار والملحه والثومه والكمون والقزبر حبوب، وكنزيدو عليهم شويه ديال الزيت، ومن بعد كنخليو داكشي يترقد عاد كنقادو الكرداس صافي، وكنشروه في البلاصه فاش كتكون فيها الشمس باش ينشف. هنايا كنزيدو عليهم داكشي اللي درنا المصارن وكنخلطو مزيان. هذوك المصارن هما باش كنلويو الكرداس. هنايا خالتي بدات كتشوط الريوس في برا ديال الدار باش ما تبقاش الريحه تما. كاينين تواسع تبارك الله، البلاصه زوينه والطبيعه
البنات غندير لكم دويره وغنصور لكم الاجواء كيفاش دايره. عرفتي واحد الحراره عندنا في خنيفره الموت ديال الصهد. قولوا لي كيفاش داير عندكم الجو نتوما. اجي خليهم ياكلوا خليهم. هاد الكيكيتات تبارك الله شحال زوينين. جات خالتي عطاتهم ما ياكلوا باش ما نساوهمش. قطعنا نيت اللحم فهاديك العشيه ديال العيد باش ما يخسرش حيت الحراره بزاف. هادي العشيوه ديالنا درنا الشوربه كتعجبني صراحه بزاف ودرنا الشوا وصافي الديسير. ودابا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم وشكرا لكم بزاف. نلقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.